اتعلموا مني قبل ما اروح. هل لديك أقراص خارجية تريد الاستفادة منها وتحويلها إلى أقراص خارجية متنقلة تخزن فيها ملفاتك؟ أو هل لديك كمبيوتر قديم تريد الاستفادة من الهارد ديسك الذي بداخله؟ إذا كنت كذلك فهذا الفيديو يناسبك. كل ما عليك هو شراء قطعة تحول الهارد ديسك الداخلي إلى هارد ديسك متنقل خارجي بتكلفة قليلة جدا. فلقد اشتريت هذه القطعة $5 تقريبا، وتباع في محلات الكمبيوتر وتباع أيضا على الإنترنت. كل ما علينا هو فك البراغي ثم إدخال الهارد ديسك فيه. وكما تلاحظون فقد تحول من هارد ديسك داخلي إلى هارد ديسك خارجي، وتستطيعون حفظ وتخزين الملفات الخاصة بكم. أما الهارد ديسكات الكبيرة فلها قطعة أخرى نستطيع من خلالها تحويلها إلى أقراص خارجية، وتكلفتها أيضا قليلة كما تلاحظون، فإن من مكوناتها سلك ساتا وسلك باور ومحول سلك الطاقة. وسلك الساتا ومحول سلك الطاقة نحتاجها فقط للهارد ديسكات الحديثة. والآن تستطيع مشاهدة وتخزين الملفات بسهولة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.